أعزائي المشاهدين، بالمحبة والفرح نلتقي معاكم لقاء الأهل والإخوان، لقاء الأسرة الواحدة والبيت الواحد، لقاء الأصل فيه محبة الله ومحبتكم. وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. أعزائي المشاهدين، خلينا اليوم نتأمل من العهد القديم آية في أخبار الأيام الثاني الإصحاح 3 الآية الأولى تقول: وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في بيت المريا. أمر الرب سليمان ببناء بيت للرب في أورشليم على جبل المريا ليكون مكان واحد للعبادة. واستمر اليهود يتعبدون الله الواحد وقلبهم وفكرهم متجه إلى أورشليم وينظرون المسيح لحوالي 1000 سنة. خلال هذه المدة هدم المعبد أثناء السبي البابلي وعيد بناؤه بواسطة زربابل بعد ما رجع اليهود من السبي من بابل. جاء المسيح تبارك اسمه بعد حوالي 600 سنة من عودة اليهود من السبي علشان ينصلب في أورشليم من أجل خطايا البشر ودفن فيها وقام وصعد للسماء. هدم المعبد مرة تانية عام 70 ميلادي ولم يبنى إلى الآن، أي أن الله الواحد وجه شعبه بني إسرائيل لعبادته ووحد أنظارهم إلى جبل المريا، وهو الجبل الذي يقع بجانبه وادي ابن هانوم يعني جهنم، مكان مكب النفايات. وكان من قبل الوثنيين يجيزون عيالهم للصنم أمولك، يعني يقدمون عيالهم عايشين قرابين للصنم النحاسي والنار مشتعلة فيه، ويموت الطفل هو على يد هذا الصنم النحاسي النجس، وهم يقرعون الطبول علشان ما يسمعون صوت الطفل وهو يصيح. أي أن الله اختار أن يقدس المكان الذي به نجاسة. الله القدوس اختار أنه يقدس الشعب السالك في الظلمة، وما اختار المكان الطاهر علشان يبني بيته فيه. ليش؟ ربنا يبغى يعطيك رسالة ويقول لك أنت اللي جالس الآن تشاهد هذه الحلقة، وأنت اللي جالسة تشاهدي هذه الحلقة الآن، أن الرب اختارك أنت اليوم، اختارك أنت اليوم مثل ما أنت علشان يطهرك من اللي أنت فيه ويعمل من خلالك. الرب قده اختارني من قبل، واليوم دورك أنت. من جهة أخرى، طول هذه المدة والناس موحدة أنظارها إلى أورشليم وهناك صلب المسيح، ولا تزال أنظار الناس موجهة إلى أورشليم وقام المسيح، ولا تزال أنظار الناس متجهة إلى أورشليم. فهو واضح بالنسبة لي أن أي واحد يحاول أن يشتت انتباهك عن أورشليم اللي هي رمز لأورشليم السماوية يعني الملكوت، ويخترع لك اتجاهات مختلفة، هو من عدو الخير الشيطان والعياذ بالله. فايش تشوف انت اللي جالس الان توجه انظارك ونظرك الروحي للمسيح يسوع من خلال مشاهدتك وسمعك لهذا الكلام من خلال شاشة جهازك او شاشة تلفزيونك؟ بالنسبة لي واضح جدا انك انت مختار من الرب،
علشان كده أنت جالس الآن تسمع هذا الكلام الروحي. إذا تعلمت شيء اليوم وتتعلمت شيء جديد وساعدك هذا التأمل بتوجيه وجهة قلبك للمسيح يسوع، إيش اللي ممكن يصير لو أنك شاركت هذه الحلقة مع أصحابك وربعك وأهلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعية مثل الفيس وتويتر وإلى آخره، أو تشاركها مع ربعك وجه لوجه؟ شارك الآن، تبارك، لأن بركة المسيح اليوم معك. جماعة الخير، تعالوا نجتمع مع بعض ونتبارك ونصلي مع بعض بهذا الروح. يا رب، يا يسوع، يا إلهي، أيها الآب العظيم، نجيك يا رب باسم فتاك وقدوسك يسوع المسيح، نجيك بهذا الروح يا رب، إنك توحد أنظارنا لك فقط يا رب، وأي واحد يحاول يشتت اتجاهنا عن أورشليم عن السماء يا رب أنت تقدر تحامي عننا، لأني أعرفك وأعرفك يا رب مظبوط، إنك أنت إله غيور اتغار يا رب من أجل اسمك، فانقذ شعبي يا رب من تشتيت الانتباه، واجعل انتباهنا جميعا وكل نفس حاضرة اليوم انتباهنا يكون لك لأورشليم السماوية. اجعل قلوبنا معلقة فيك وبمدينتك المقدسة. أصلي يا رب وحط كل نفس تسمع وكل شعبي أمانة بين يدك، اليوم يوم خلاص وتوحيد جميع الأنظار إلى السماء بالمسيح يسوع. آمين. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني، من موت أحياني. حبه سباني، من موت أحياني. وامتلأ قلبي، تعال تعال تعال.
وانظر ما أطيب ربي. سيد لكن خادم غسل رجل التلاميذ اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. سيد لكن خادم غسل رجل التلاميذ اللي اختبر حبه فاهم طعم عشرته لذيذ. بسم المعاني حبه سباني حبه سباني سباني من موت احياني احياني حبه سباني من موت احياني. قلت لك قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي. حبه سباني سباني من موت أحياني حبه سباني من موت أحياني. وانت لا قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي ما أطيب ربي ما أطيب أطيب ما أطيب ربي ما أطيب أطيب ما أطيب ربي. مرة أخرى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم. اليوم حتكلم عن موضوع الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الأسرة يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع كله. الله خلق آدم وحواء وأمرهم بإيش؟ بالإثمار والتكاثر عشان يكونون أسرة. تكوين 1:8. والله ما خلق الطلاق لما به من تفكيك للأسرة وضيع الأبناء. ربنا خلق آدم واحد وحواء واحدة، وما خلق آدم وأربع حواءات، ولكن بسبب جزع الرجل وعمل تشريع لنفسه علشان يتزوج الكثير من النساء أو أخذ الكثير من النساء كجاريات أو غير ذلك، أدى إلى خلل في الفكر عند الإنسان وكثرة الطلاق. للأسف وصلت نسبة الطلاق عندنا معدل 25 حالة مقابل كل حالة زواج. الطلاق يتم تسهيله في الإسلام، فبمجرد لفظ الطلاق من الرجل تحسب طلقة، بل أيضا أعطى الإسلام حق الخلع للمرأة، وأعطى الإسلام أعذار تافهة للرجل لكي يطلق امرأته. فمن حق الرجل أن يطلق زوجته فقط لأن نفسه طابت منها، على مبدأ لا ضرر ولا ضرار. الظاهر صالح ولكن الباطن طالح وفاسد ونتن. المسيح هي لا تبيح الطلاق إلا في حالتين فقط لا غير. واحد، في حالة الزنا حسب متى 19:9، أو إذا آمن أحد الزوجين بالمسيح وقرر الطرف الآخر الانفصال حسب كورنثوس الأولى 7:15. ولكن الأصل في المسيحية أن الرب يشجع الطرفين في البقاء مع بعضهم حتى ولو لم يؤمن الطرف الآخر، كورنثوس الأولى 7:12-13. ولكن قبل الزواج الكتاب المقدس يشجع الزواج المؤمن بالمؤمنة. الآية تقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، كورنثوس الثانية 6:14. عزيزي المشاهد،
عزيزتي المشاهدة، زي ما أنتم شايفين تعليم المسيح هي التعليم الصح علشان تعيشون بفرح وسلام. المسيح جاء ليبني وليكون لكم حياة وليكن لكم أفضل. إحنا محتاجين هذا الصلاة فعلا، إحنا محتاجين خصوصا في السعودية ودول الخليج. تعالوا بقلب واحد ونصلي لربنا عشان هذا الأمر ونحطه أمام عرش النعمة. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك لك كل المجد. شكرا يا رب على هذا اليوم الجميل اللي أنه أنت جمعتنا مع بعض الآن نصلي عشان هذا الأمر. فحاطط يا رب نظرة آدم ونظرة حواء تكون حسب فكرك يا سيد العظيم. حاطط الأسرة أمانة بين يدك يا سيد العظيم، فأنت تصحح المفاهيم بروحك القدوس. تزور يا رب بلادي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وترسم عليها صليبك، ترسم عليها صليبك، وتتوج يسوع المسيح عليها باسم يسوع المسيح. تكون السعودية للمسيح. آمين. أترنم بمراحم الرب للبت، وأعلن بفمي أمانتك من جيل إلى جيل، لأني قلت إن مراحمك ثابتة للبت، وقد ثبت في السماوات أمانتك. قد قلت إني سويت عهد مع الملك اللي اخترته، أقسمت لداود عبدي أثبت نسلك للبت، وأبقي عرشك قايما من جيل إلى جيل. السماوات نفسها تشيد بعجايبك أيها الرب، والملائكة هالقديسين بأمانتك. فمن في السماء يعادل الرب؟ ما فيه بين الكائنات السماوية من يماثله، إنه إله مهوب مرة في محفل الملائكة هالقديسين، ومخوف كثير عند كل المحيطين فيه. من مثلك يا رب إله الجنود، الرب القدير وأمانتك محيطة فيك. أنت متسلط على هياج البحر فتهدي أمواجه عند ارتفاعها، أنت سحقت قوة مصر فصارت مثل قتيل، وبددت أعدائك بقدرتك العظيمة. أنت ملك السماوات والأرض بعد، أنت مؤسس المسكونة وكل ما فيها، أنت خالق الشمال والجنوب وباسمك يترنم جبل تابور وحرمون. أنت ذو القدرة العظيمة، يدك قوية ويمناك رفيعة، البر والقضاء قاعدة عرشك، الرحمة والحق يتقدمون حضرتك. طوبى للشعب اللي يستجيب الهتاف البوق فيسلك في نور محياك يا رب، باسمك يبتهجون طول النهار وببرك يسمون، فإنك أنت قوتهم اللي فيها يفخرون، وبرضاك يعلو شأننا، لأن الرب هو حمايتنا وملكنا هو قدوس إسرائيل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فقرة جديدة من فقرات كلام ودي.
أخواننا المسلمين يعتقدون أنهم يعرفون السيد المسيح عز المعرفة، يعرفونه ويعرفون أمه وتلاميذه ويعرفون كل شيء عنه، يعرفون حتى أكثر من المسيحيين أنفسهم، لأنهم أصلاً أتباع الحقيقيين مش النصارى الضالين المضلين، وإنهم المؤمنين به وبرسالته والمناصرين له والمدافعين عنه. فالمسيح في الإسلام مجرد إنسان، نبي كريم مؤيد بالروح القدس، جاء للعالم بمعجزة، مولود بدون أب من عذراء اسمها مريم. كلم اليهود وهو لسه في المهد وقال لهم إن عبد الله ورسوله، وإنه جاي يحل لهم بعض المحرمات ويبشرهم بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق، وإن كل إنسان مسه الشيطان إلا المسيح، وكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويعلم الغيب ويطهر الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وكل هذا بإذن الله. وكان معاه 12 تلميذ اسمهم الحواريين، تآمروا عليه اليهود وحاولوا صلبه، لكن الله نجاه منهم وألقى صورته على واحد من التلاميذ اختار يفتدي المسيح بنفسه. وفي قصة ثانية إن الشبه ألقي على التلميذ الخاين اللي وشب السيد المسيح عند اليهود، فالله رفعه ونجاه، لكنه بينزل في آخر الزمان ويذوق الموت حال كل البشر. وكذا خلصت القصة، وهذا كل شيء، وهذا اللي يعرف الإسلام عن السيد المسيح. يعرفونه لكنهم يجهلون حياته تماما، يعرفونه وما يعرفون كلمة واحدة من كلامه، يعرفونه ويجهلون كل تعاليمه ووصاياه، يعرفون تلاميذه ويجهلون كل شيء عنهم، حتى أسماءهم يجهلونها. يقولون عنه كان يمشي في الأسواق وهو عمره لا ملك درهم ولا دينار، ومع إنه جاي يحل اليهود بعض المحرمات ويبشرهم بنبي جديد والمتوقع منهم يحبونه ويفرحون فيه، نشوفهم بالعكس يكرهونه ويطالبون بصلبه. لكن الله تدخل وحل الأزمة بحكمة إلهية عجيبة راضى فيها جميع الأطراف، فترك اليهود يصلبونه لكنهم في نفس الوقت ما صلبوه، ومات لكنه في نفس الوقت ما مات. وكذا طلع الكل سعيد وراضي، وكمل الله الناقص ورفع المسيح بعد صلبه وأخفاه مباشرة عن اليهود، وكذا تأكدوا اليهود إنه مات فعلا. ومع أن الله قادر ينقذ نبيه بكل قوة وكرامة وبدون لا لف ولا دوران، على أننا نشوف اختار أسلوب المكر والخديعة في إنقاذ نبيه من الصلب لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده، واللي ما له تفسير أبدا إن الله بعث نبي بمعجزات خارقة للطبيعة والقانون البشري، معجزات مستحيل تتكرر في العالم، مستحيل تتكرر في العالم مرة ثانية أبدا. مولود بدون أب، تكلم في المهد، تحكم في الروح، يأمر الطبيعة، يخلق، يحيي، يشفي، يعلم الغيب، يعلم الرزق وأحوال الناس، بل كان هو في حد ذاته معجزة متحركة. وكل ذا الزحمة بس عشان يحل بعض المحرمات ويبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني يا ناس، هل كان ذا الأمر البسيط يستحق من الله كل ذا الآيات والمعجزات؟ إذا كان النبي موسى هزم فرعون وكل جيش بعصاه، فهل كان المسيح يحتاج لكل ذا القوات والمعجزات عشان يحلل بعض المحرمات؟ هذا اللي تعرفونه عن السيد المسيح، جاي يبشر عند اليهود في القدس بنبي بيطلع بعد 600 سنة، وين؟ عند العرب في مكة. يعني الله ضيع وقته مع ناس غلط وفي مكان غلط، ويمدي الناس نسيت ذا السالفة. طيب كان أولى تعطي كل ذا الآيات والمعجزات للنبي الجديد نفسه، بدل ما كانت الناس تطالبه بآية وما كان عنده.
يعني الله باعث آخر نبي عنده بآخر رسالة للبشر الخير، أمة أخرجت للناس بدون أي معجزات أو آيات تذكر. الله خلى كل المعجزات للمسيح واللي بعده ما لهم أي شيء. معقول يكون المسيح المرسول أقوى وأقدس من الرسول نفسه؟ هل فعلا تعتقدون أن هذه كانت رسالة السيد المسيح لكم؟ هل إحنا وإنتوا نعرف ونتكلم عن الشخص نفسه؟ هل توقفتوا فعلا عند حياة السيد المسيح أو مريتوا عليها مرور الكرام؟ ما دريتوا أن المسيح يحبكم؟ ما دريتوا أن حياة المسيح كانت خط فاصل بين كل ما قبلها وكل ما بعدها؟ فبعد عمل المسيح فيه نقطة وتوقف. المسيح ما جل العالم بكل ذا الآيات عشان نمر على حياته مرور الكرام ونمشي متوهمين أن احنا توقفنا، لكن عشان نوقف عندها ونتأمل فيها ونتعلم منها. المسيح أكبر بكثير جدا من كونه مجرد نبي أو رسول، والمسيحية أكبر جدا من كونها مجرد دين يدعي إن لله ابن. اليهود صلبوا المسيح في الماضي لأنهم رفضوه، واليوم أنتوا تصلبونه مرة ثانية جهلكم به وبرسالته. مش احترامك لسيد المسيح أنك تعتبره نبي وتشوف نفسك متفضل عليه. احترامك له أنك تتعرف عليه وعلى شخصيته وتفهم رسالته لك. في يوم من الأيام كنت مثلكم، أعتقد أني أعرفه وطلعت أجهله تماماً، لكن يوم عرفته انبهرت بشخصيته وحياته وتعاليمه وأهدافه، شدتني محبته وعطتني حياة أبدية. واليوم أدعوكم أنتوا أيضاً تتعرفون عليه وعلى شخصيته وعلى تعاليمه وحياته. اعرفوا بشارته الحقيقية لكم، وأكيد بتلقون فيه راحة لنفوسكم. وفي الأخير أحبائي، تحياتي القلبية لكم وتمنياتي الكبيرة تعيشون أحرار، وأشوفكم سعيدين ومقتنعين وفاهمين وعارفين رسالة السيد المسيح لكم، ودمتم بخير وفي أمان الله.